أهلا ومرحبا بكم في حياة مريم. وصفة اليوم نقانق بالنكهة المغربية الأصيلة، وهذه وصفة ناجحة وجد لذيذة، إن شاء الله جربوها وستتفاجؤون بمذاق الممتاز للنقانق المغربية على ضمانتي. فنحن المغاربة الموجودين في ديار الهجرة، وشخصيا ألقى صعوبة في عثور على نقانق بنكهة مغربية أصيلة، فأنا أحب هذه النقانق كثيرا. صنع النقانق في منزلك تكون متأكد 100% بمكونات وصحية عملية الإعداد. مكونات نقانق المغربية: كفتة بقر أو غنم أو مزيج بينهم. هنا اخترت كفتة بقر، نصف الكمية 90% لحوم بقر خالية من الدهون أو الشحمة، والنصف الآخر 70% لحوم بقر خالية من الدهون. اخترت هذه الطريقة السريعة بدون أن أقطع اللحم وأطحنه مع الدهون، فهي تعطي نفس المذاق، فلماذا التعب؟ للإشارة ضروري أن يكون اللحم الذي اخترت بقر أو غنم به دهون. التوابل: ملح، كمون، زنجبيل جاف ومطحون، فلفل أسود، كزبرة جافة ومطحونة، فلفل أحمر أو بابريكا، فيمكن أن تضيف كمية وافية لتعطي لونا للنقانق، وملعقة صغيرة رأس الحانوت. فهو خليط مغربي من بهارات متنوعة تعطي مذاق رائع، والمرجو ألا تكثر منه. إن لم تتوفر على البهارات رأس الحانوت فأضف مسحوق مطحون من القرنفل، فلفل إفرنجي وقرفة. لا تكثر، ربع ملعقة صغيرة كافية جدا من هذا المسحوق في حالة إذا لم تتوفر على بهارات رأس الحانوت. ثوم أضف على حسب كمية الكفتة، ملعقة صغيرة خل، صلصة حارة على حسب المذاق، زيت الزيتون، ملعقتان صغيرتان بقدونس مفروم. وهنا عندي أمعاء خروف، قمت بغسلها جيدا بالماء ونقعتها في الملح وقليل من الخل مدة 30 دقيقة، ثم غسلتها مرة أخرى، فهي تكون ممتازة لهذه الوصفة النقانق المغربية وغشاء الحشوة الكفتة. للإشارة فيمكن أن تحتفظ بالأمعاء الخروف مغسولة في حجرة التجميد مدة عام كامل. معدات حشو النقانق: هنا عندي آلة النقانق، وأيضا أستعملها لتحضير الفلافل اللبنانية ووصفات عديدة. وإذا لم تتوفر على هذه الآلة يمكن أن تستعمل قمع المطبخ للحشو النقانق. أو زجاجة بلاستيكية قمت بتقطيع وسطها لتصبح كقمع المطبخ. وضع الفم الأمعاء في سطح الزجاجة للحشو. سأبدأ بوضع كل المكونات للكفتة. التوابل: صلصة حارة، زيت زيتون، خل، ثوم محكوك، وأمزج جيدا. أفضل أن أمزج بيدي فهي مغسولة. أريدكم أن تثقوا بي، فرائحة الخليط تشبه النقانق التي تباع عند الجزار المغربي. سأغطي الخليط الكفتة وأتركه في الثلاجة يبرد ويمتزج جيدا مدة ساعتين على الأقل. أدهن سطح الصينية التي سأستعملها لوضع النقانق بزيت الزيتون. بعد بضع ساعات في الثلاجة سأبدأ بمرحلة الحشو.
أولاً ابدأ بوضع فم الأمعاء الخروف في سطح الأنبوب على هذا الشكل، ثم اربط عقدة في آخر الأمعاء. يجب ألا تكون الحشوة حتى نهاية الأنبوب لكي لا يحصل هواء داخل الأمعاء. يجب ألا تربط عقدة في آخر النقانق حتى تلف كل واحدة لكي لا يتكسر الأمعاء بنتيجة الضغط اللف، وابدأ بلف كل باتجاه معاكس للآخر 6 حتى 8 لفات في كل واحدة. وهذا هو شكل النقانق بعد لفها، منظرها ورائحتها هائلة. سأضع النقانق على هذا الرف في مكان مكيف مدة ساعتان. اتخذت هذه الطريقة من المحلات الجزار. عندما يصنعون النقانق يعلقونها لبضع ساعات ثم يدخلونها للثلاجة، والمرجو أن تكون في مكان بعيد عن الأطفال الصغار. وهذا شكل النقانق بعد مرور تقريبا 3 ساعات. وضعتها على طاولة المطبخ، وسأقوم بتحضير أكياس بلاستيكية لتخزينها في حجرة التجميد. رائحتها كرائحة النقانق التي كنت أتناولها في بلدي الحبيب المغرب، وهي رائعة. وأتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة وتجربونها لأنها 100% ناجحة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في رعاية الله.